السلام عليكم أعزائنا الطلبة. الآن نأخذ الجزء الثاني من المحاضرة الأولى لموضوع الديستيليشن. هذا الجزء راح نتطرق على النوع الأول من أنواع الديستيليشن اللي يدعى بالباج ديستيليشن أو ديفرنشيال ديستيليشن، حيث أن هذا النوع من أنواع الديستيليشن يستخدم في حالة إذا تم استخدام كميات صغيرة من الفيد، ويتم استخدام هذا بنفس مبدأ الديستيليشن الاعتيادي، ولكن كمثل ما نقول كسمول سكيل، وذلك بسبب أن المادة المستخدمة قليلة، وبالتالي لا يعني ليس من الفائدة استخدام ديستيليشن بالمميزات وبالظروف التشغيلية العالية اللي يستخدم في حالة إذا كان عندنا ديستيليشن كبير، أو في حالة إذا كانت عندنا العملية مستمرة. الشرح عن الديستيليشن حيكون بالسلايد الثاني. هذا هو الديستيليشن، هذا هو الديستيليشن طلاب، حيث نلاحظ بأنه الديستيليشن متكون من الأسفل من خزان، هذا هو الخزان اللي يحتوي على السائل، هذا الخزان يحتوي على السائل اللي نريد احنا نفصله. هذا الخزان يحتوي في داخله على هيتينج كويلز او عمل اي فالديفايز اللي هو عمليه تسخين للسائل. هذا السائل يحتوي على سواء قلنا اي سائل هو الفيد نعتبره، هذا الفيد اما يكون من مادتين او ثلاث مواد او اكثر حسب نوع الخليط اللي احنا بنستخدمه. راح يصير بعملية تسخين لهذا السائل عن طريق الكويل او الهيتر، راح يتبخر من هذا السائل، راح يبدي البخار يصعد الى الاعلى. نفس المبدا هو الديستيليشن الاعتيادي، راح يبدي يتبخر يصعد الى الاعلى، حيصعد على شكل بخار، ومثل ما قلنا البخار احنا من استفاد من عنده وانما لازم يكون على شكل ليكويد. راح يلاحظ هيت اكستشينجر اللي هو كوندنسر، راح يتحول الفيبر الى ليكويد، ووراها راح نستخدمه او نضمه على شكل اللي هو الديستيليت. بس جزء من عنده قلنا راح ناخذه الرجعه للديستيليشن يدعى مثل ما قلنا اللي هو الرفلكس. هذا الرفلكس راح يرجع للديستيليشن. هذه تستمر العمليه الى نحصل على عمليه توازن بين الفيبر والليكويد، ونوصل الى القيمه النهائيه لعمليه التقطير. شلون نعرفها؟ إلى أن نوصل إلى فد قيمة معينة، نعرف بأنه هذا التركيز، بأنه وصلنا إلى هذا التركيز، بعد يعني ماكو فائدة من عملية استمرار عملية التقطير واشتغال الديستيليشن، تعرفون هي كلها كلف، وبالتالي نوقف الجهاز إلى أن نوصل الكمية المناسبة للمادة التقطير المناسبة. فإحنا من نريد نسوي عملية overall material balance، overall material balance احنا عادة الاف اللي عندنا اللي هو الاف الداخله، ايش راح يصير هنا عندنا؟ اف الداخله ايش يساوي لنا؟ هذا يساوي لنا الديستيليت الماده المتقطره زائد المتبقي، الاف المتقطره زائد المتبقي. من اريد اسوي بانه مولز على هاي المعادله اوفر اول، الاف الداخله يحتوي على نسبة أو concentration للمادة اللي يريد أقطرها اللي هي X، وتكون على شكل الموجودة ضمن الليكويد، لأنه إحنا قلنا الخزان يحتوي على شكل ليكويد. هذا الـ N، الـ Out اللي هو موجود شنو؟ كمية الليكويد أو الأس فيد اللي موجودة راح تتبخر، وبالتالي تكون غير ثابتة. أضربها بيش؟ أضربها في نسبة المادة المتبخرة لتلك المادة اللي هي Y، زائداً اللي هو الـ F ناقصا الدي اف، اقصد بها الكميه اللي هي الفيد ناقصا الدي اف اللي هي هاي نفسها الموجوده هنا اللي هي اللي تتبخر، فالمتبقي حيكون على شكل ليكويد اللي هو الويست. بايش اضربه؟ اضربه في نسبه المتبقي على شكل ليكويد. هذا هو موجود هنا معادله، واضرب الاقواس واكامل، فصارت عندنا المعادله بهاي الصيغه. فصارت هاي عندنا المعادلة بهاي الصيغة. راح أكامل الجزء الأيسر من المعادلة وبقي الجزء الأيمن، فصارت المعادلة اللي هي رقم 3. هاي المعادلة رقم 3 تدعى بالريلي إكويشن. هاي المعادلة رقم 3 هي المعادلة الأساسية للباتش ديستيليشن. هاي المعادلة رقم 3 هي المعادلة الأساسية للباتش ديستيليشن.
لاحظ من تكونه؟ متكونه لين دبليو على اف يساوي تكامل من اكس فيد الى اكس ويست اللي موجود بالبوتوم داخل التكامل دي اكس على واي ناقصا اكس. هاي المعادله الطرف الايسر من عندها اللي هي لين دبليو على اف، الدبليو هي كميه المتبقيه يعني كيلو مول او كيلو غرام، والاف نفس الحاله اللي هو الفيد الداخل، فهاي ما عندنا مشكله بيها ك يعني حسابيا. في بعض الاحيان اللي هو الطرف الايمن من المعادله هي اللي يكون عندنا مشكله، هي مو مشكله بقدر ما هي كيفيه حل هذا التكامل. حل هذا التكامل الطرف الايمن من المعادله رقم 3 يعتمد على نوع الداتا اللي يعطينا اياها، نعتمد على شكل المعلومات اللي يعطينا اياها بالسؤال. شكل المعلومات موجوده هنا، ها هي شكل المعلومات، اما يعطينا اياها على شكل معادله واي يساوي ام اكس اللي هي تقريبا نفس المعادله مال الاكوليبريم، او يعطينيها واي يساوي كي في اكس، او يعطينيها على شكل داتا اكس واي يعني اقصد بها جدول متكون من اكس واي، او يعطينا ايضا اكو الفا اللي هي التطايريه. هاي المعلومات اللي يعطينا اياها نعتمدها في حل الجزء الايمن من المعادله رقم 3. اذا شكل المعلومات او المعطيات اللي يعطينا اياها بالسؤال هاي عن طريقها نقدر نحل المعادلة رقم 3. شنو هي المعطيات؟ فرضا هسه راح نبدي في حالة إذا طانا ديتا، أول شيء هاي اللي هو أقصد بها X Y، إذا طانا بالسؤال X Y جدول شو أسوي؟ أبدي أرسم أقول هذا الـ X axis و Y axis، هذا X اللي هي هاي اسطرها هنا، الواي ما اقدر استخدمها مباشره، الواي اكسس انقص الاكس انقص الاكس من الواي، يعني شو اقول؟ لازم اسوي جدول، شو اقول؟ واي ماينس اكس، واسوي جدول الاخ مقلوب الواي ماينس اكس، هذا هو الجدول الواي ماينس اكس، هاي القيمه اللي راح احصلها هي اللي عينها هنا. من ابدي ارسم بين الاكس وما يقابله المقلوب الواي ماينس اكس راح يطلع لي هيك منحني. زين هذا شو اسوي بهذا المنحني؟ اجي اعين الاكس دبليو اللي هو نسبه الماده اللي راح تطلع من اسفل الجهاز الديستليشن اللي هو عاده تكون قيمه الاكس دبليو، طلاب خليها ببالكم قيمه الاكس دبليو دائما اصغر من قيمه الاكس اف. قيمة الـ XW هنا عينها XW، وقيمة الـ XF لنفرضها هنا راح تتعين، آخذ عمودي على المنحني، هاي المنطقة الـ Area Under the Curve اللي هي عدد المربعات أضربها في الـ Simple Rule اللي راح ناخذها هسه، ناخذ سؤال ونشوفها، هي عبارة عن حل التكامل اللي موجود في الصفحة رقم 3. اما النوع الثاني من الداتا في حالة اذا اعطانا اياها على شكل y يساوينا mx، اذا اعطانا معادلة فراح نستخدم المعادلة رقم 4، فتتحول المعادلة رقم 3 الى معادلة رقم 4، فهاي المعادلة رقم 4 هي نستخدمها في حالة اذا اعطانا بالسؤال اللي هي y يساوينا mx اللي هو equilibrium equation. شو يساوينا معادلة رقم 4؟ w على f للباور m ناقص 1 يساوي XW على XF. شنو الW؟ هذا هو كمية المادة المتبقية من السائل اللي ما صار بيه عملية تقطيع، هاي الكمية المتبقية. الF اللي هو كمية الفيد الداخل. الM مثل ما نعرف هو الميل الموجود في معادلة التوازن. XW هي كمية المادة اللي موجودة في المتبقي، والXF هي العفو هي نسبة المادة الموجودة في المادة المتبقية، والاكس اف هي نسبة المادة اللي انا اريد اقطرها في الفيد الداخلي. هاي المعادلة رقم 4، هاي المعادلة رقم 4 تستخدم في حالة مثل ما قلنا المعطيات مالتنا معطينا بالسؤال y يساوي ام اكس بدل ما نستخدم المعادلة رقم 3. النوع الثالث من المعادلات اللي من المعطيات اللي يعطينا بالسؤال في حال اذا اعطانا بالسؤال التطايريه اللي هي الالفا،
التطاير يا طلاب الالفا. اوكي، هاي الالفا اذا طلعنا اياها بالسؤال فالمعادله راح نستخدمها هي معادله رقم 5 الموجوده في اسفل الصفحه. هاي المعادله رقم 5 هي تستخدم في حاله اذا طلعنا بالسؤال الفا التطايريه، اذا طلعنا بالسؤال الالفا للخليط. المعادله متكونه من نفس البارامتر لاي معادله سابقه، متكونه انتبهوا على الحدود مالتها لين، المتغيرات او الثوابت اللي موجوده ايضا هي W F، عرفنا هي شنو W، عرفنا شنو F، الالفا اللي هي التطايريه، الاكس W والاكس F. يعني اذن الاربع الخمسه W اكس W F اكس F الفا، بس تكون المعادله مثل ما لاحظتوا مرتبه بهاي الصيغه. هاي المعادله الخمسه تستخدم ونستفاد من عدها في حالة إذا شنو؟ في حالة إذا طعنا بالسؤال التطايرية هاي موجودة. طلاب جميع الاشتقاقات، جميع الاشتقاقات في الديستيليشن سواء كان بالجزء الأول أو الثاني أو راح ناخذها بالجزء الثالث، جميع الاشتقاقات غير مطلوبة. طلاب الاشتقاقات غير مطلوبة، فقط القوانين تحفظ وتعرفون ايش وقت تستخدم. إذا عرفنا بأنه اكو ثلاث قوانين هنا بالباتش ديستيليشن تستخدم حسب نوع المعطيات الموجود عندنا بالسؤال. هسه طلاب راح نبدي ناخذ examples نطبق بها القوانين اللي تم التعرف عليها. الاكزامبل الاول بانه انا عندي فيد متكون من 1000 كيلوغرام من خليط يحتوي، هذا الخليط يحتوي على 60% ويت بيرسنت من الايثانول و 40% ويت بيرسنت من الووتر. اذا هذا خليط، ايش قد كميه الخليط هي شنو؟ الف. اذا هذا من هو؟ هذا الاف. اذا هاي الالف هو شنو؟ اف. معطينا الخليط منين متكون؟ من مادتين، الايثانول والمي. اذا المبدا عملنا هو عمليه فصل الايثانول عن المي. الايثانول ايش قد نسبته؟ معطيكم اياها 60%. إذا معناتها هاي 60% من هو؟ هذا قيمة الـ XF. قيمة من هو؟ XF. قيمة الخليط هذا هو عبارة أو نسبة المادة في الخليط، هاي هي قيمة الـ XF. هذا هو XF. إذا عرفنا الـ F و XF. يقول لك وضعناه وين؟ وضعناه بالباتش ديستيليشن. الضغط مع التوتال بريشر هو مطينيها 1 اتموسفير. لينتج عندنا متبقي to produce residual concentration of 5% weight percent ethanol. اذا لينتج عندنا متبقي، ايش قد قيمة هذا المتبقي؟ 5%. المتبقي مالتنا دي يقول 5%، اذا معناته هذا من هو؟ هذا X شنو؟ W. X W. المطلوب حساب، اولا مطلوب حساب amount يعني كمية of distilled and residue. إذا نريد كمية المتقطر والمتبقي، المتقطر هو رمز D والمتبقي هو رمز W. ثانيا المطلوب حساب composition يعني نسبة of total distilled obtained، يعني نريد قيمة ال concentration اللي هو مال المتقطر. كمية المتقطر أو نسبة المتقطر هي رمزها XD، رمزها XD، وأيضا يرمزوا لها أيضا شنو؟ YD. هي نفس الشيء، XD أو YD هي نفس الشيء. ليش نفس الشيء؟ لأن هو الـ Y اللي يطلع من الجهاز اللي يتقطر من الأعلى هو شكل بخار، إذا هو Y، Y distillate. وراها نفس الكمية راح نفوتها للـ Heat Exchanger راح يتحول إلى Liquid، فمعناتها XD. فإذا قال YD أو قال XD أو أنتم كتبتوا YD أو غيركم كتب XD هي نفس الشيء طلاب. أوكي طلاب؟ بعد ايش مطينا؟ VLE هنا شنو الـ VLE؟ Vapor Liquid Equilibrium for Ethanol H2O System at 1 atmosphere R. إذا مطينا هذا البخار السائل توازن، مطينا ديتا X و Y، مطينا جدول X و Y. إذا عرفنا بأنه نوع الديتا اللي مطيناها هالمرة هو X و Y. فالمطلوب من عندنا قيمة الـ D و W و XD or YD. إذا خلينا تقريبا
القانون اللي أنا أستخدمه. ليش؟ أول شيء إحنا عرفنا هو باج ديستيليشن. خلينا القانون اللي أستخدمه قانون اللي هو أبرز تكامل باستخدام الرسم. ليش نستخدم قانون التكامل باستخدام الرسم؟ لأنه مطيني بالسؤال جدول بي اكس واي. أوكي؟ فنخلي المعطيات قدامنا، مطيني الاف، مطيني الاكس اف، ومطيني الاكس دبليو. هاي المعطيات هاي مطينيها هو بالسؤال. القانون مال باج ديستيليشن هو هذا. بما انه مطيني اكس واي جدول، فاذا انا اخلي ببالي بانه لازم ارسم، من اني ارسم اني الجدول اللي طيني اياه مو 100% هو راح استخدمه، راح استخدم من عنده فقط الاكس بالرسم، بس الواي اكسس مو هو الواي، لا الواي اكسس هو عباره عن واحد على واي ناقصا اكس. اذا راح انقص الاكس من الواي واقلبها راح تظهر عندي هاي النتائج، لكل قيمه مقابل للواي نقصها من الاكس راح يظهر لي هذا القيمه. هذا هو القيمه اللي حصلناها، هاي القيم اللي حصلناها. اوكي طلاب، ايش راح اسوي هسه؟ ايش راح اسوي هسه؟ راح ابدي، اذا سويت جدول، سويت جدول، صار عندي جدول بين من وبين من، الاكس هو مطيني اياه، الواي هو مطيني اياه، سويت واي ماينس اكس، رجعت سويت واحد على واي ماينس اكس. هاي هو مطيني اياها، هاي هو مطيني اياها، هاي اني وجدته واني وجدته قلبته، فصار عندي هذا الجدول. شو استخدم من هذا الجدول؟ استخدم الاكس كاكس اكسز، واستخدم مقلوب الواي ماينس اكس كواي اكسز. اذن استخدمناهن، راح ابدي استخدمهن. من ابدي استخدم هذا هو الرسم، من خليت الاكس اكسز هو الاكس، وخليت الواي اكسس هو مقلوب الواي ماينس اكس، فظهر عندي هذا المنحني، ظهر عندي شنو؟ هذا المنحني رسمت. اوكي ارجع شو اسوي؟ اجيب الاكس دبليو، اكس دبليو هو مطينيها بالسؤال قيمته 0.05، اخليها هنا، هذا قيمه الاكس دبليو، اصعد عمودي فصار عندي هذا. اجيب الاكس فيد مطينيها 60% يعني 0.6، اجيبه انا اغسله واخلي عمودي هنا، فصارت المنطقه محصوره هنا. اجي كل مربع ابدي ارقم 1 2 3 4 5 6 7 المربعات الكامله. المربعات المو كامله، لنفرض هسه شوفوا هذا المربع رقم 13، هذا مو كامل، هذا مو كامل، بس اكو بصفه مربع شويه باقي بيه يحسب. فاذا ابدي ما نقول الرقم، وإنما ننسق بأنه هذا نقدر نعتبره مربع. أكو باقي، أكو شغلات باقي هنا جوا. الأربعة وعشرين اعتبرته مربع، لأنه مو كامل بس أخذته كمربع اللي في صفه. الخمسة وعشرين تقريبا مربع كامل. ستة وعشرين مربع كامل. السبعة وعشرين والثمانية وعشرين، التسعة وعشرين مربع كامل. الثلاثين مو كامل بس أكو شغلات تاركها أنا ما استخدمتها. ولو واحد وثلاثين اعتبرته، الثلاثين واحد وثلاثين اعتبرته مربع كامل. يعني أكو مربعات ما حسبتها، جزء من مربعات. فإذا الرسم هي حساب تقريبي، حساب تقريبي. حدد المربعات اللي وجدتها، كم مربع صار عندي؟ 31 مربع، 31 مربع. هاي خليها على صفحة. أجي من أريد أحسب التكامل، إحنا قلنا القانون هو شي يقول لنا؟ اللي شي يساوي لنا؟ لين W على F شي يساوي لنا؟ تكامل DX على F x ناقص y ناقص y ناقص x من x feed الى x w. اوكي انا اريد اوجد هذا، انا اريد اوجد هذا. اذا وجدت هذا واني اصل عندي الفيد بقالي فقط ال w. هذا شلون اوجده؟ شلون اوجد حل التكامل؟ عن طريق الرسم. هسه وجدنا بالرسم 31 مربع. اجي بطريقه تدعى بالسمبل رول. هاي السمبل رول باستخدام عدد النقاط. واحدة الطرق هي باستخدام يقول لك عدد النقاط، نقول الـ n شو يساوي لنا؟ 6. الـ n يساوي لنا 6. بس قبلها هلا احسب الـ area under the curve. الـ area
ايش يساوي لنا الاريا؟ الاريا ايش يساوي لنا؟ اتش على 3 بيش مضروب؟ مضروب في سوميشن للواي. شخص السوميشن للواي هي عدد المربعات. طبعا الاريا هي نفسها التكامل. فاذا احسب الاريا معناته حسبت التكامل. الاريا ايش يساوي لنا؟ اتش على 3 في سوميشن للواي. السوميشن للواي هي عدد المربعات. الاتش شنية؟ الاتش قانونه، الاتش يقول الاتش يساوي لنا الاتش يساوي شو يقول لنا الاتش؟ الاكس دبليو ناقصا الاكس فيد على ان. اوكي، الاكس دبليو عندي، الاكس فيد عندي، الان هي عدد اللي عدد النقاط، حقول عدد النقاط هي 6، هذه هي ثابته، هاي الطريقه لنفرض بانه 6، طريقه اللي هم 6 نقاط. فالاتش يساوي ان اكس دبليو ناقص الاكس فيد على ان. الاكس دبليو معطيني اياه بالسؤال، والاكس فيد معطيني اياه بالسؤال، والان هي 6، فوجدت قيمه من هو؟ الاتش. اخذ الاتش وين اخليه؟ اقسمه على 3، اضربه في عدد المربعات تطلع عندي الاريا. اتش اقسمها على 3 في عدد المربعات تطلع عندي الاريا. من طلعت الاريا هي قيمه من واحد تكون قيمه التكامل. وجدت الاريا فصارت عندي قيمه التكامل. طلعت الاريا الاي طلعناها، طلعت قيمتها ايش قد؟ الاتش من البدايه عن طريق هذا القانون راح يطلع بالسالب، سالب 0.09. ليش يطلع بالسالب؟ لانه الاكس دبليو دائما اقل قلنا من الاكس فيد. طلعت الاتش بالسالب، سالب 0.09. الاريا طلعت قيمتها سالب 0.93. فعرفنا الاريا 0.93 بالسالب، فهاي موجوده هنا، فهاي قيمتها عرفناها سالب 0.93. الاف موجوده مقابل الدبليو، بس هنا موجود شكو اكولين، فناخذ اكسبوننشال للطرفين، فشي يبقى لي دبليو على اف يساوي اكسبوننشال ماينس 0.93. الاف الاكسبوننشال ناقص 0.93 راح نطلع قيمته اللي هو 0.394، ويبقى لي فقط الدبليو. العفو بالسلايد اللي قبله، فطلع قيمه الدبليو فطلعت 394. بما انه انا عرفت قيمه الدبليو اقدر اطلع قيمه الدي. اطلع قيمه الدي، شلون عرفت اطلع قيمه الدي؟ الاف ايش يساوي لنا؟ الاف يساوي دي ماينس دبليو. الاف انا عندي الف، والدبليو 394 طلعتها، وقال لي فقط قيمه الدي. اذا وجدت الدبليو والدي اللي هو المطلوب الاول من السؤال. المطلوب الثاني من السؤال هي ايجاد الكومبوزيشن. معظم المطلوب من ايجاد الكومبوزيشن طلاب، يعني الاكس دي الاكس دبليو من الكومبوزيشن اللي هي نفس القانون. احنا قلنا الاف ايش يساوي لنا؟ العفو هنا دي زائدا دبليو، اخاف دي زائدا دبليو. اوكي طلاب، من هذا القانون اللي هسه كتبته الاوفر اول، الاف ايش يساوي لنا؟ دي زائد الدبليو. هذا اوفر اول. من اريد اسوي الكومبوزيشن مالته، الاف اضربه في الكومبوزيشن شي يكون اكس اف. شو يساوي لنا؟ الدي في الكومبوزيشن اكس دي زائدا الدبليو في اكس دبليو. هذا الكومبوزيشن مال الاوفر اول. اوكي، هاي القانونين بالباش ديستيليشن نستخدمها دائما. القانونين بالباش ديستيليشن نستخدمها دائما، بالاضافه الى القانون اللي هو القانون الاساسي حسب نوع الديتا اللي استخدمناه. هسه استخدمنا اللي هو قلنا الرسم هذيك الساعه، نجد الرسم نطلع الشيء اللي نريده. بالاضافه الى ذاك القانون دائما نستخدم تقريبا هالقانون الاثنين، هالقوانين الاثنين موجوده حسب نوع الديتا. اي ديتا يعطيكم اياها تقريبا تستخدم اذن القانونين، لان هي اوفر اول ماتيريال بالانس وكومبوزيشن ماتيريال بالانس. فاستخدمنا اول قانون لايجاد الرسم، هاي وجدنا من عندها قيمه الدبليو،
القانون الثاني الاوفر اول ماتيريال بالانس راح نستخدم من عند ايجاد الديستليت. القانون الثالث هنا راح نوجده لاستخدام قيمة الاكس دي هذا. ليش نستخدمه هذا؟ الاف مطينية، الاكس اف مطينية، الدي وجدته، الاكس دي هو دايريدها، الدبليو مطينية، الاكس دبليو شنو مطينية، العفو الدبليو احنا استخرجناه والاكس دبليو مطينية، مقالي فقط الاكس دي اللي هو دايريدها. اذا الفرع الثاني اللي هو حل هذا، هذا هو حل الفرع الثاني، هذا هو لإيجاد شنو الاكس دي، مين جاي من الكومبوزيشن اللي هي نفس هاي المعادلة موجودة هنا، هاي نفسها المعادلة موجودة هنا، عن طريق هاي المعادلة وجدت قيمة الاكس دي. هذا هو النوع الأول من الأسئلة تجينا. هنا كان ايش مطينا بالنوع الأول من الأسئلة؟ مطينا قيمة الاكس والواي، إذا مطينا قيمة الجدول المطينا الداتا المطيناها قيمتها اكس واي، وبالتالي حستخدم الرسم لإيجاد أي مطلوب هو نوع لطلبه. إذا نستخدم الرسم شو وقت من يعطيني بالسؤال قيمة الx والy على شكل جدول. نجي على السؤال الثاني. السؤال الثاني اللي موجود هنا بيفد فد فكرة بسيطة، بس هاي الفكرة إذا ما لزمتها من بداية السؤال احتمال الحل كله يصير عنده غلط. شو نعدي بالإكزامبل هنا؟ فتنتبهون طلاب. A charge of 50 kmol. إذا هذا 50 kmol of a mixture، خليط كميته 50 كيلو. إذا هذا من هو؟ هذا 50. هاي شنو هي 50؟ هذا ال F. هاي 50 هي شنو هي؟ هاي F. الخليط منين متكون؟ متكون من البنزين والكلورو بنزين. إذا الخليط متكون من مادتين اللي هي البنزين والكلورو بنزين. إيش دي يقول لنا؟ دي يقول لنا having 55% يحتوي على 55%. انتبهوا على هاي ال LV اللي هي low volatile. إذا هذا الخليط يحتوي على 55% of the low volatile. أول شيء بأنه هذا الخليط يتكون من البنزين والكلوروبنزين، إحنا نريد نفصل البنزين عن الكلوروبنزين. أنا أريد البنزين، معناته البنزين هو من هو؟ more volatile. الكلوروبنزين هو less volatile أو low volatile. أنا المهم عندي البنزين مو الكلوروبنزين. والمطينية 55 مال الكلوروبنزين. إذا هذا لو فولاتايل، أنا أريد مال البنزين، أنا أريد مال البنزين، إذا مال البنزين اللي أنا أريده هو إيش قد قيمته؟ بما أن هذا 55 معناته هذا 54%. إذا هاي الـ 54% هي الـ X feed وليس الـ 55 المطينية هو بالسؤال. فتنتبهون، فدائما هاي الملاحظة أو غير ملاحظات على الأرقام اللي يعطينا إياها مو رأسا شفنا رقم ورأسا سوينا، لا تنتبهون على الرقم شو يحكي لكم عليه. هذا خلينا هذا الخليط المتكون من البنزين والكلوروبنزين قيمة الـ XF مال البنزين هو 45 وليس الـ 55، والـ 55 مال الكلوروبنزين اللي هي المادة القليلة التطاير. أنا دائما أخذ الـ X feed هي المادة العالية التطاير اللي هي High Volatile Component. أيضا بمطلوبين، هذا مطلوب وهذا مطلوب، أو بشقين هذا السؤال. نرجع على الشق الأول من عنده، يقول لكم إذا كان 25 مولز من المحلول هو راح يتبخر. إذا معناته هاي ال 25 مول اللي هي راح تتبخر، هذا شنو هو معناته؟ هذا قيمة الدي. إذا عرفنا ال 50 هي قيمة الاف هاي، والدي هي 25. اوكي زي يقول evaporate and condense at the distillate. calculate المطلوب حساب the concentrate of accumulated distillate. اذا المطلوب يطالب من عنده قيمة الاكس دي. accumulated distillate فهذا قيمة الاكس دي او الواي دي حسب يعني كيفكم. هذا أول مطلوب. المطلوب الثاني الشق
يقول الغي هسه الاول معطيات مال الفرع الاول. اذا الفرع الثاني شو يقول؟ اذا كان الكونستريشن اوف ذا اكيوميليتد برودكت از فاوند تو بي 72 هو اللي مطيني اياها الاكس دي بالفرع الثاني هو اللي مطيني الاس دي يريد حساب الدي. يعني فرع عكس فرع. فرع عكس فرع. اول فرع مطيني الدي يريد حساب الاكس دي. الفرع الثاني مطيني الاكس دي يريد حساب الدي. اوكي؟ المعطيات الموجودة بالسؤال الالفا. الالفا. تيك الالفا بنزين 4.15. اذا معناتها ما طول مطيني بالسؤال قيمة الالفا اذا استخدم القانون رقم 5 اللي هو في حالة اذا مطيني الالفا اللي هو القانون الطويل. هذا خلوها ببالكم. نجي على فرع فرع نبدي شلون نحله. اول شيء خليت المعطيات الاف قلنا 50. الاكس اف المطينة اياها قلنا هي مو 55% هي 1 ناقصا 55% لانه المطينة اياها 55 مال low volatile component. اذا ال high volatile component او more volatile component هي 45%. الفرع الاول شوية سهل حله لانه هو مطيني قيمة الاف وهو الطاني بالفرع الاول قيمة الدي لانه distilled vapor. فأقدر أطبق الـ overall material balance الـ F شي يساوي D زائد W. أنا عندي الـ F ومطيني الـ D راح أقدر أطلع الـ W. ليش أريد أطلع الـ W؟ هسه راح نشوف ليش راح أطلع الـ W. قلنا ليش نطلع هسه طلعنا الـ W على مود راح نستخدم القانون رقم 5 اللي موجود هذا قدامنا على مود شنو هو؟ لإيجاد قيمة الـ XW. قانون هو ما طالب بالسؤال قيمة الـ XW بس هسه بعدين أقول لكم ليش حلينا. قانون رقم 5 اللي راح نطلع من عنده قيمة الـ XW اللي هو هذا قدامنا مأشر لكم عليه. لاحظت بأنه كل شيء عند الـ W عندي، الـ F عندي، الـ Alpha عندي، الـ XW أنا أريده، والـ XF عندي. طبعاً الباقي المجال هي نفسها. فعوضت الأرقام فصار القانون بهاي الصيغة، فصار القانون بهاي الصيغة. انتبهوا عليه. هذا ده اللحظة شنو بي؟ بالطرف الأيسر ماينس 0.7 يساوينا 0.32 مضروب في اللين قوس زائدا لين قوس. اللحظة الـ XW موجود في داخل اللين للحدين. هناك طرق عديدة للحساب هيك شيء لأن أنا أكذب الشرح أطلعها. أما تحليليا يعني اللي هو الحدين بيناتهم زائد وهن اللين يتحول إلى ضرب وترفع الباور وبعدين تشيل اللين الإكسبونينشال توحد المقامات. هاي طريقة طويلة. أو اللي أقل من عدها بأنه نفرض قيمة الـ XW قيمة عددية نفرضها 0.2 من عدنا. راح نخلي الـ 0.2 مكان قيمة الـ XW راح نوجد اللين ولازم الطرف الأيمن يساوي الطرف الأيسر اللي هو سالب 0.7. قيمة مرتين نفرض قيمة الـ XW وننهي الموضوع أي يطلع لنا خلي يطلع لنا قيمة الـ XW. ورما طلعنا الـ XW وصار عندنا هو يريد الـ XD طلاب وليس الـ XW هو يريد الـ XD. هسه طلعنا الـ XW وطلعنا وعدنا الـ F وعدنا الـ D وطلعنا الـ W فصار عندنا الكميات الـ F والـ D والـ W عندي والـ XF مطينية بالسؤال والـ XW مطينية هسه وجدت آني. راح أستخدم أيضا أرجع أستخدم قلت لكم اللي هو الـ Composition Material Balance اللي هو هذا اللي دائما نستخدمه F في XF يساوي D في XD زائد W في XW. هاي الـ Composition Material Balance اللي هي جاي من الـ Overall Material Balance الـ F يساوي الـ D زائد الـ W. هذا القانون كل شيء متوفر عندي F, XF, D, W, XW بقالي XD. راح أوجد قيمة الـ XD وشوفه هو نفسه من يقول الـ YD أو الـ Y Average هي نفس الشيء. هذا هو اللي مطلوب الأول من الفرع السؤال الفرع الأول. المطلوب الثاني شو يقول؟ الغي بانه
هو مطيني بالفلق الأول دي يساوي 25. هالمرة الثانية الإكس دي اللي إحنا وجدناه بالفرع الأول، هسه بالفرع الثاني هو مطيني إياه الإكس دي قيمته 0.72. هالمرة يريد الدي بالعكس، يعني الفرع الثاني هو عكس الفرع الأول. أوكي؟ هذا شوية بي نكون معادلة بدلالة متغير بدلالة متغير. نقول بالبداية مثل ما قلنا هي ترى معادلتين ثلاثة بالديستيليشن نستخدمها مو أكثر لكل حالة. الأوفر أول أقول شو أقول؟ أنا دي وين موجود بالأوفر أول؟ F يساوي D زائد W. ال F أنا مطيني إياه بالسؤال. هنا لا عندي D لأن هو دي يريدها ولا عندي W. فصار عندي معادلة عوضت بالأرقام صار عندي D function of W. يعني D اللي هو دي يريده بدلالة ال W. زين شلون أوجد ال W؟ أرجع أقول أكمل. المعادلة الثانية اللي هي الكومبوزيشن ماتيريال بالانس اللي هسه كتبناها اللي حلينا بها الفرع الأول. أيضا نفس الحالة. ال F عندي. الاكس اف عندي، الدي ما عندي هو دي يريدها، الاكس دي مطيني اياها، الدبليو ما عندي والاكس دبليو ما عندي، فصارت ثلاث متغيرات بهاي المعادله ما عندي، الدي ما عندي والدبليو ما عندي والاكس دبليو ما عندي. ثلاث متغيرات دي والدبليو والاكس دبليو. حبدي اقلل من عندها، اقول اني الدي اللي وجدتها هسه بهاي المعادله اخذها عوضها وين؟ هنا فاقلل من المتغيرات الموجوده بهاي المعادله فعوضتها الدي عوضت عنها بال50 ناقصا دبليو. ايش بقالي بهاي المعادله؟ مجهول. بقالي دبليو و اكس دبليو. فحطلع معادله متغير بدلاله متغير ثاني اللي هتطلع معادله الدبليو بدلاله من هو الاكس دبليو. هاي المعادله. القانون الثالث اللي راح استخدمه اللي هو قانون رقم 5 لانه مطيني الالفا بي هذا اللي هو قانون الطويل اللي متكون من بي الاف ودبليو والفا واكس دبليو واكس اف. انا ما عندي الدبليو فاللي هو موجود بالباص فجيت بس انا عندي دبليو قانون فجيت عوضت هنا بقيمه الدبليو بالقانون. اوكي فصار عندي الاف موجود عندي مطيني اياه بالسؤال، الاكس اف مطيني اياه بالسؤال، الالفا مطيني اياه بالسؤال، بقالي فقط بهذا القانون من جيت عوضت الدبليو بدلاله الاكس دبليو فهذا القانون كله بدلاله الاكس دبليو. نفس الحاله تريدون تحليليا او تفرضون قيمه الاكس دبليو بنفرض قيمه الاكس دبليو مفروض الطرف الايسر هو نفس راح يطلع لنا كناتج مع الطرف الايمن راح يطلع قيمه الاكس دبليو. طلع قيمة عندي الـ XW. أخذ هاي الـ XW اللي وجدتها وين أعوضها؟ أعوضها هنا. فيطلع لي قيمة من هو؟ الـ W. أخذ الـ W أعوضها بالـ Overall Material Balance أطلع من هو؟ الـ G اللي هو أنا داريده. فإذا معادلة داخل معادلة نقدر نستطيع نوجدها. بصورة عامة كـ Batch Distillation كل سؤال معظم الأسئلة احتمال كبير نستخدم القانونين الأساسية اللي هي الـ Overall Material Balance الـ F الشي يساوي إن D زائد W والـ Composition F XF يساوي D XD زائد W XW. هذا القانون رقم واحد. هذا القانون رقم اثنين. نبقى نستخدم قانون ثالث. هذا شنو القانون الثالث؟ حسب نوع الديتا اللي يعطينا اياها، اما نستخدم الرسم او نستخدم معادله رقم 4 او نستخدم معادله رقم 5 الموجوده بالمحاضره. فهي ثلاث قوانين تقريبا نستخدم بالسؤال، يعني تقريبا معظم 1 2 اللي موجوده قدامكم زائدا احدى القوانين الثلاثه حسب نوع المعطيات الموجوده بالسؤال. طلاب بهذا الاكزامبل يكون انهينا موضوع الباج ديستيليشن واللي هو نهايه الجزء الثاني من موضوع المحاضره الاولى وشكرا لكم.